حياكم الله خلال بحثه عن طوق نجاة لإنقاذ مفاوضات جنيف رغم ما تعانيه من موت سريري. يدعو المبعوث الدولي ستيفن دي مستورا إلى عقد اجتماع طارئ لمجموعة العمل الدولية حول سوريا في ظل التدهور الوضع الإنساني والشقوق والخروق التي تعانيها. ما قيل عنها يوما إنها هدنة. فرنسا على لسان وزير خارجيتها تعلن استعدادها تنظيم مؤتمر لمجموعة الدعم لعقد الاجتماع الذي دعا إليه دي مستورا. لكن ورغم المحاولات الرامية إلى بث الحياة في روح مفاوضات جنيف، تخرج موسكو لتساهم في إطفاء أي نور مشتعل في نفق جنيف المظلم. صحيفة الشرق الأوسط تقول إن مصادر في المعارضة نقلت لها ما أسمته مخططاً روسياً يرمي إلى إسقاط كل آلية للتفاوض وافتعال خلاف داخل المعارضة ينسي الخلاف مع النظام. يتضمن المقترح مبادرة لتوحيد المعارضة تكون فيها الهيئة أقلية، بينما تنال المعارضة المحسوبة على الأسد الحظ الأكبر من التمثيل. هل سيجد وفد الهيئة مقاعد كافية في قادم الأيام إن هبت الرياح كما تشتهي سفينة لافروف الذي لا يرى أي خسارة بانسحابها من المفاوضات؟ كيف سيؤثر اجتماع مجموعة العمل الدولية على سير المفاوضات؟ في ملفنا الثاني، وبعد أيام من الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة القامشلي، انقضت زوبعة المعارك باتفاق وهدنة طويلة بين قوات الأسايش وقوات النظام برعاية قيادات من رأس النظام، بينهم شخصيات إيرانية وروسية. إذ يقضي الاتفاق أن تعود الأوضاع للمدينة إلى ما كانت عليه قبل 5 سنوات. فما هي دوافع ذلك الاتفاق؟ هل من تنازلات قدمت لإخماد النيران التي اشتعلت قبل 3 أيام؟ وما هي طبيعتها؟ ما هو دور روسيا وإيران في هذا الاتفاق؟ للحديث تتمة. أهلا بكم. طلب المبعوث الأممي ستيفن دي مستورا باجتماع طارئ لمجموعة العمل الدولية حول سوريا، الأمر الذي رحبت به فرنسا على لسان وزير خارجيتها الذي أعلن استعداد بلاده تنظيم اجتماع مجموعة العمل. إلى ذلك قالت صحيفة الشرق الأوسط إن مصادر في المعارضة كشفت لها عما سمته مخططا روسيا لإفشال مفاوضات جنيف من خلال مقترح ستقدمه موسكو لتوحيد المعارضة تكون فيها الهيئة العليا أقلية، بينما تنال المعارضة المحسوبة على الأسد الحظ الأكبر من التمثيل. نتابع بالتفاصيل. هي ذاتها موسكو التي ستشرق الشمس من جنباتها لتنير ظلمة سوريا، هي ذاتها الظلمة التي ساهمت روسيا بها، لكن ظرفا تاريخيا جعلها لاعبا أساسيا فيما يصنع للسوريين في جنيف. وعلى هامش المفاوضات كشف مصدر من المعارضة لصحيفة الشرق الأوسط أن ثمة مخططا ومخططا روسيا يرمي لإسقاط كل آلية التفاوض وافتعال خلاف داخل المعارضة وأشباهها ينسي الخلاف مع النظام. وعلى هامش الهامش تقترح موسكو تشكيلة جديدة للمعارضة مؤلفة من 15 شخصا، يتمثل به وفد الهيئة العليا ب3 أشخاص فقط، 3 من معارضة الداخل ومثلهم لما يعرف بمؤتمر القاهرة، يضاف إليهم رند قسيس وقدر جميل وربما معاذ الخطيب وثلة ممن يرضون الأسد رئيسا. إذن وفد الهيئة المنسحب قد لا يجد له مقاعد كافية في قادم الأيام إن هبت الرياح كما تشتهي سفينة سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، الذي رأى مغادرة وفد الهيئة لا يشكل خسارة لأحد. عماد المخطط الروسي القادم هم مجموعة حميميم، إذ أنهم يديرون فريقا مما يسمى معارضة الداخل، وحظوا هذه الكرة بمعاملة مختلفة، إذ نقلوا من حميميم في
اللاذقية إلى موسكو بطائرة خاصة بوزارة الخارجية الروسية، وأعطيت لهم التأشيرات والتعليمات هناك خلافا للمرة السابقة. كل هذا ليكونوا طرفا في المفاوضات بهدف واحد، هو التشويش على فكرة وجود وفد واحد للمعارضة بحسب الهيئة العليا التي يراد لها روسيا أن لا تكون الممثل الوحيد، ويراد روسيا أيضا من هذا التشويش كله إنتاج مفاوضات مبتورة ليس فيها الوفد المعارض كأي اجتماع داخلي في دمشق، نظرا لتركيبة وفد حميميم الذي يضم أعضاء في مجلس الشعب ورؤساء أحزاب رخصتها أجهزة أمن النظام. هؤلاء يحملون ورقتين لمبادئ أساسية تنص على عدم تمثيل وفد الهيئة للمعارضة، فضلا عن تنسيقهم المباشر مع بشار الجعفري. لكن هل كل الموبقات التي رافقت جنيف روسية؟ يبدو أن الإجابة لا، إذ وصف مصدر من الهيئة موقف الأمريكيين بالمعيب والمخجل، إذ أنهم قالوا للمعارضة لا تنسحب ولا تنهوا المفاوضات، وهذا يتسق مع رؤية باراك أوباما بأن الحل المنشود سيأتي من خلال التفاوض فقط، وهذا الانسحاب الدائم من المشهد أمريكي بامتياز ومعتاد، وهو ما دفع على ما يبدو ديمستورا لتثبيت قناعته بأن روسيا هي الأكثر فاعلية في الملف، وأن نجاحه يرتبط بمدى الرضا والتسهيل الروسي. سيرغي لافروف تحدث أمام مسؤول عربي ودائما حسب الشرق الأوسط بأن روسيا اتفقت مع الولايات المتحدة على وقف لإطلاق النار ومكافحة الإرهاب وحكومة انتقالية يرأسها الأسد في المقترح الروسي لواشنطن، التي تتحفظ فقط على ترشيح الأخير لولاية تمتد 7 سنوات أخر. لكن لافروف كان واضحا إذ أضاف أن واشنطن قطعا لا ترغب بسقوط دمشق. دمشق هنا هي ذاتها التي يحكمها الأسد، ذاته الذي يرغب السوريون بإسقاطه. أناقش هذا الملف مع الدكتور نصر الحريري عضو الائتلاف الوطني ضيف إسطنبول. مساء الخير دكتور نصر. أيضا الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث في الأهرام ضيفي من القاهرة. مساء الخير دكتور عبد الفتاح. وأيضا سينضم إلينا متزوف كاتب ومحلل سياسي من موسكو. لكن أبدأ معك دكتور نصر الحريري. ديمستورا يدعو لاجتماع طارئ لمجموعة دعم سوريا، فرنسا ترحب وهي على استعداد لهذا التجمع، لكن السؤال الأهم، ما الفائدة؟ طبعا قبل أن نذهب إلى الفائدة نقول أنه دعوة السيد ستيفان ديمستورا إلى هذا الاجتماع هي أنا برأيي خطوة بالاتجاه الصحيح. نعم. بعد حالة الاستعصاء الكبيرة التي لم تقتصر فقط على الملف الإنساني الذي أصبح أكثر سوءا مما كان قبل يعني القرار 2254 وبشكل خاص قبل بدء العملية السياسية في جنيف، ولا حتى هذا السوء اللي هو موجود في ملف الهدنة أو وقف الأعمال العدائية، والذي أصبح يعني ربما غير من المنطقي وغير المعقول أن نتحدث عن وجود هدنة في ظل كل هذا الاستهداف الذي تقوم به طائرات النظام الحربية وحتى الطيران الروسي. طيب. باستهداف خاصة اليوم كان في هجمة فظيعة على الأسواق الشعبية. استعصاء في الملف السياسي ربما، أو أنا كنت أحد المتوقعين أنه السيد ستيفان ديمستورا لن يطلب اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، لأنه واضح أن هناك اتفاقا دوليا على أن تجري الأمور بهذا الشكل، يعني أن تجري إلى عدم اتفاق ما بين الأطراف المجتمعة في جنيف ربما يبرر هذا لوصول ل يعني قرار من مجلس الأمن أو على الأقل بيان من المجموعة الدولية لدعم سوريا تدعم خطة انتقال ربما لا ترضي الطرفين. نعم. يعني ربما لا تكون بالشكل المثالي الذي يطلب النظام وليس بالشكل النظامي أو المثالي الذي يطلبه الشعب السوري. أما وقد دعا فأنا أعتقد أن مثل هذا الاجتماع ضروري حتى نعرف أنفسنا، يعني هل نحن بالفعل أمام قرار دولي يختلف عن كل القرارات السابقة، أمام جهد دولي يختلف، أم هو تكرار لمسلسل جنيف 2 والمحاولات الدولية الفاشلة لحل الملف السوري. يعني لا أعلم إذا يحق لي أن أتحدث أو أبدي رأيي في هذا الحديث، لكن حسب
بالسنوات اللي احنا نتابع فيها مثل هذه المفاوضات لاحظنا دكتور بشير عبد الفتاح انه كل هالمؤتمرات وكل هذه الاحاديث دكتور عبد الفتاح عبارة عن مماطلة تأتي لصالح الأسد من خلفها روسيا التي تحاول تفكيك المعارضة من جديد. بالطبع أستاذ عامر، ظني أن روسيا الداعم السياسي والعسكري الأساسي للأسد تحاول الالتفاف على العملية التفاوضية بطرق شتى، بدأتها بالتدخل العسكري الذي غير المعادلة على الأرض لمصلحة الأسد بما ينعكس بالإيجاب على موقفه التفاوضي، ثم جاءت على العملية السياسية وحاولت ضربها في مقتل وتفريغها من مضمونها عبر عدة مسارات. المسار الأول محاولة العبث بمرجعية المفاوضات وهي جنيف واحد للعام 2012، حاولت أن تستبدل هذه المرجعية بمرجعيات أخرى توفر مظلة يمكن من خلالها استبقاء الأسد بطريقة أو بأخرى بدلا من استبعاده من أي ترتيبات في الحكم الانتقالي. صحيح. ثم جاءت المحاولة الثانية الفتنة الحالية والحديث عن من يمثل المعارضة السورية. هذه هي الفتنة الجديدة، الحديث بدأ يثور الآن. بشار الجعفري كان يقول بالأمس أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل المعارضة السورية، ومن هنا يأتي الزج بما يسمى معارضة الداخل. يبدو أن هناك محاولة لإضعاف الموقف التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات، بل بالعكس استبعادها وإقصائها من العملية التفاوضية لإيجاد فريق تفاوضي أكثر مرونة يقبل بالتوجهات السورية والروسية والإيرانية باستبقاء الأسد. وهنا تحول في اعتقادي، تحول محوري واستراتيجي في العملية التفاوضية، إذا ما قبلت به الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيفرغ المفاوضات من مضمونها وسيقصي مفاوضة يعني معارضة الخارج عن هذه المفاوضات، بما يؤدي إلى تحقيق المبتغى الذي تتطلع إليه روسيا والأسد في نهاية المطاف. نعم. وهو استبقائه وخلق معارضة سورية تقبل بوضع انتقالي مغاير تماما للذي نصت عليه مرجعية جنيف واحد. نعم. فهذه تحركات روسية عسكرية وسياسية بغرض الوصول إلى النقطة التي يريدها الأسد وتريدها روسيا في نهاية المطاف. نعم. وبالتالي دكتور نصر، ألا تلاحظ بأن ما تفضل به الدكتور عبد الفتاح هو عين ما يريد المجتمع الدولي؟ الآن يحاولون العبث في جنيف 1 2012، هناك 1000 مؤتمر خرج من روسيا. نقطة ثانية، خرجت بعض التسريبات بأنه الأسد وثلاث نواب من المعارضة لم توافق المعارضة على ذلك، الأسد لمرحلة انتقالية، صفقات. ألا تلاحظ بأنه ربما مثل هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع يذهب إلى خطة بديلة لن ترضى عنها المعارضة، وهي إبقاء بشار الأسد؟ يعني أنا أثني تماما على ما جاء به الدكتور بشير، وأضيف إليه نقطة إضافة إلى اللعب على ملف المرجعية وعلى ملف الوفد التفاوضي. سعى المجتمع الدولي اليوم إلى تصميم العملية السياسية على شكل محادثات حتى يتسنى إدخال كل هذه الوفود في دائرة يعني التفاوض أو في دائرة المحادثات، لأنه لو كانت العملية مفاوضات حقيقية مباشرة لكانت ما بين طرفين واضحين لا يمكن لأحد أن يتدخل بينهما. لكن بهذا التصميم الدولي للعملية السياسية ساعد بالفعل كذلك موسكو، وهذا يدل على وجود اتفاق. أنا باعتقادي كما قلت في مداخلتي الأولى أن ما يجري الآن هو كذلك بتصميم دولي. التصميم الدولي يقتضي ألا تتفق الأطراف على خارطة الطريق واضحة، سواء كانت هيئة الحكم الانتقالي أو غيرها، سواء يعني أي شيء ليس من مصلحة المجتمع الدولي أن يتم الاتفاق عليه. وباعتقادي أن الأمور ستذهب إلى أن يعلن السيد دستورة شهر أو شهرين أو من لا نعلم الوقت بالدقة، سيقوم بوضع وجهة نظره على أن هناك أطراف متناقضة بعيدة عن بعضها، لم تصل إلى قواعد مشتركة أو إلى أرضية مشتركة، وبالتالي تصور الأمم المتحدة من خلال اتصالها مع كل الأطراف السياسية. نعم. والعسكرية الداخلية كما هم يسمونها والخارجية، يضع السيد ستيفان دمستورة تصوره، يذهب به إلى مجلس الأمن ويخرج باتفاق أقله بيان رئاسي، وربما يكون قرار من مجلس الأمن لا نستبعد أن يكون تحت الفصل السابع. ولكن السؤال الجدوى من هذه العملية، هل يعتقد المجتمع الدولي اليوم أو أي قارئ للمشهد السوري أن هذا الشعب الذي نكب كل هذه النكبات يمكن أن يقبل بقرار دولي
يبقي فيه بشار الأسد. أنا أعتقد أنه هذا اللعب بهذه الطريقة هو عبث، وعبث بالدم السوري لن يؤسس لأمن واستقرار في سوريا، بالتالي لن يؤسس لأمن واستقرار في المنطقة ولا في العالم. طيب ماشي، أذهب الآن مباشرة سيد متوزوف، كاتب ومحلل سياسي من موسكو. مساء الخير أستاذ متوزوف. الخطط الروسية دائما أول بأول تخرج، خرجت خطة روسية أولية تتحدث حسب التسريبات بأن هناك مجلس عسكري يضم جنرالات من النظام وجنرالات من المعارضة. الآن تخرج علينا روسيا حسب صحيفة الشرق الأوسط وهي تضع مخطط، هذا المخطط ينوي إفشال جنيف. ما الذي تريد موسكو على وجه الخصوص؟ هذا فكرة غلطة. طيب مغالطة، هذا فكرة غلطة أساسا، لأنه روسيا تؤيد مفاوضات سياسية، لأنه اتفقوا مع الأمريكان أن لا بديل للحل السياسي، ولذلك كيف ممكن أن يفشلوا المحادثات؟ هناك مشكلة جدية، أنه شروط التي قدمت الوفد المفاوض من مجموعة الرياض يطلبوا الوقف الاقتتال، وقف الهجوم على مواقع أحرار الشام وجيش الإسلامي، ولكن جيش الإسلامي وأحرار الشام ما امتنعوا. طيب الله أستاذ متوزوف، سيد متوزوف، طيب طيب ماشي، هم يستمروا سيد متوزوف حتى أنه ما نفوت، أستاذ متوزوف حتى أنه ما نفوت بتفاصيل هذه المواضيع، جيش الإسلام وأحرار الشام هم الآن بيدخلوا، وروسيا الآن الطائرات فقط للاستطلاع على حلب. على كل طيب، هناك مخطط من موسكو يتحدث بأنه سيكون هناك تشكيلة جديدة للمعارضة، الهيئة العليا للمعارضة ثلاثة أشخاص فقط هم من يمثلوها، يمثل أيضا ثلاث أشخاص من مؤتمر القاهرة، يضاف إليهم طبعا معارضة موسكو رندا قسيس، قدري جميل، ربما معاذ الخطيب، وثل من يرضون الأسد. طيب يعني برأيك هل هذا مقترح روسي سيوافق عليه المجتمع الدولي؟ ليس هذا مقترح روسي، هذا أمر الواقع لنستدمه في جنيف. إذا قسم من الوفود المتفاوضة ينسحب من طاولة الاجتماع، شو بدنا نعمل؟ يا نفشل المفاوضات أو نستمر. أي واحد يختار مصيره إذا لا يحب أن يشاركه فضله. ماشي، لكن سيد متوزوف، هذا ليست إرادة روسية. طب يعني أنت تريد هيئة العليا للتفاوض في جنيف أن تواقع وتوافق على كل المقترحات الروسية وبالتالي تكون المفاوضات سليمة؟ طب هم غير قابلين على هذه المفاوضات، على أي أساس تريد أن يستمروا في المفاوضات؟ روسيا وافقت حتى وجود شخصيات من جيش الإسلامي من أحرار الشام ضمن الوفد المجموعة الرياض، كانت يعتبرونها لا مجال لهم في هذا الوفد، ولكن إذا يسروا روسيا لا تعارض، وكانت يعطوا إلى 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 جنيف، ولكن بطلوا مؤتمر ليس الطرف الروسي أو طرف الحكومي، بطلوا الوفد عناصر من وفد المفاوض من الرياض، هذا هو مشكلة الأساسية. طيب ماشي، طب دكتور نصر، طب احنا لماذا كل شيء نرميه بالعامية بظهر روسيا؟ طب هناك من يقول بأن هذا المخطط الذي يتحدث بأن يكون هي العليا للتفاوض ثلاثة أشخاص فقط وهي الأقلية هو عبارة عن مخطط إسرائيلي تم الاتفاق عليه بين روسيا وبين إسرائيل بعد زيارة بوتين لإسرائيل. أعتذر، زيارة نتنياهو لموسكو. يعني أنا واضح طبعا واضح. طيب واضح سيد متوزوف، لا مجال ولا ارتباك بين موقف إسرائيلي وموقف روسي. طيب بالعكس، أنا أقول أن جبهة النصرة عناصر المعارضة المسلحة ماشي في منطقة جولان تعتمد على دعم الإسرائيلي. طيب كيف هذا ممكن الآن؟ طيب خطورة جدية عندما تبدأ الروسيا كشف الجوي على المواقع المتطرفين في على حدود مع إسرائيل، ولا شك أن هناك الطائرات إسرائيلية، هناك جيش إسرائيلي. طيب ماشي يعني مع الإسرائيل، وتنسيق لابتعاد أي الحوادث في الجو أو في الأرض بين
قوات جوية روسية وقوات جوية أمريكية إسرائيلية، لا شك هذا حاجة ملحة. ماشي. ولكن نحن نشاهد أنه إسرائيل وراء جبهة النصرة وراء بعض المنظمات المتطرفة أخرى المتواجدة اليوم في جولان. لماذا إسرائيل يدعمهم؟ لماذا إسرائيل يحاول أن يسجل تقسيم سوريا على المناطق يسيطر فيها القوى المختلفة؟ روسيا ترفض التقسيم. طيب روسيا ماشي. تؤيد الفكرة ماشي. الوحدوية. طيب ماشي ماشي، عند هذه النقطة سأتسمع لقراءة أيضا للدكتور نصر. تفضل دكتور نصر. يعني أنا بالعكس أنا مبسوط بهذا التحليل. أنه الاتفاق الروسي الإسرائيلي وتنسيق إسرائيلي مع جهات متطرفة في جنوب سوريا، وربما هذا التنسيق الروسي الإسرائيلي كذلك يمتد إلى داعش، وهذا أغلب الظن. ومن يدعو الآن إلى عدم وحدة سوريا، أنا باعتقادي أول من صرح عن الفكرة الفيدرالية في سوريا هم الروس أنفسهم، ومن دعا من دعا الأحزاب التي تسعى إلى الانفصال في سوريا، حزب الاتحاد الديمقراطي، هم الروس أنفسهم. ومن سعى إلى رسم حدود سوريا المفيدة ودعم إقامة يعني دولة علوية في الساحل السوري هم الروس أنفسهم. كيف يمكن لنا أن نفهم أن هناك تنسيقا إسرائيليا روسيا عالي المستوى عسكري وأمني وربما غير ذلك، ونقبل أن يقول أنه هناك كذلك دعم من روسيا من إسرائيل لبعض الجماعات المتطرفة في الجنوب؟ يعني كأنه هذا الموضوع بعيد عن التنسيق الروسي الإسرائيلي. أنا باعتقادي أن غرفة عمليات تجمع الآن نظام بشار الأسد مع إسرائيل مع روسيا مع جهات متطرفة موجودة في المنطقة تم زرعها لتشويه الثورة السورية. على كل حال هذا الموضوع بعيد عن السؤال الذي سألته حضرتك. صحيح. وفد حميميم اليوم عمره ربما شهرين، تم تصميمه في قاعدة حميميم، يعني الروس هم من دعوا هذا الوفد ومن صنعوه وأهلوه، وينقل بطائرة خاصة. تصور يعني ينقل بطائرة خاصة من مركز حميميم أو قاعدة حميميم إلى موسكو، يتلقى التعليمات والترتيبات ويذهب للأسف الشديد وتستقبله الأمم المتحدة تحت ذريعة القرار الدولي 2254 بأنه يحق للسيد ستيفان دي مستورة أن يدعو من يشاء، يعني يفوض للسيد القرار 2254. أنا باعتقادي نعم. كل هذه الجهود تفسر ضمن مسار محاولة روسيا الالتفاف على العملية السياسية، وإن تمت العملية السياسية بهذا الشكل لن تكون ذات معنى، لن تكون ذات مصداقية، لا يمكن تطبيقها على الأرض، وبالتالي نحن نعبث في الهواء. طيب ماشي. دكتور بشير عبد الفتاح، هناك مثل بالعامية يقول، قال له مين فرعانك يا فرعون؟ قال له ما لقيت حد يصدني. فبالتالي روسيا الآن تقوم بلعب بهذه الورقة كيفما تشاء، خصوصا في سوريا. لماذا؟ لأنه يخرج مصدر من الهيئة العليا للتفاوض، ماذا يقول؟ يقول بأنه موقف الأمريكيين معيب ومخجل، فبالتالي الأمريكيين الآن لا يوجد هناك أي داعم دولي حقيقي، ربما باستثناء المملكة السعودية هي التي تقف خلف الهيئة العليا للتفاوض، فبالتالي الموقف الدولي ضعيف للمعارضة. يعني من خلال ما دار في هذه الحلقة المميزة كالعادة أستاذ عامر، ومن خلال مؤشرات عديدة خلال الأيام القليلة المنقضية، يثبت بما لا يدع مجال للشك أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت الملف السوري كاملا إلى حوزة الروس. صارت روسيا الآن هي المسؤول بشكل تام ونهائي عن كل ما يدور بالأزمة السورية وفي الأزمة السورية، وبناء عليه نجد أن نتنياهو يزور إسرائيل، ثم تخرج مبادرات، ثم تخرج الأفكار وتأتي الطروحات الروسية لاستبدال المعارضة برمتها، المعارضة السورية الحقيقية منذ 5 سنوات، بمعارضة جديدة مصطنعة ومستأنثة من رحم النظام تقبل بالإملاءات الروسية وبالمخططات والمشاريع التي تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة السورية بعيدا عن مطالب الثوار وبعيدا عن مطالب المعارضة السورية الحقيقية. الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط وتقلص وجودها وتقلص نفوذها، لأن لديها وجهة أخرى في شرق آسيا حيث التهديد الصيني المتصاعد. لذلك يبدو أن الملف السوري هو أحد الملفات التي سيتم وضعها في الأيادي الروسية، ومن هنا صارت روسيا هي صاحبة المبادرة السياسية والعسكرية فيما يخص الأزمة السورية.
سوريا. لذلك نحن يجب أن نتوقع ما هو أسوأ من ذلك في إدارة هذه الأزمة، وسيكون لإسرائيل دور محوري. التنسيق الاستراتيجي والأمني عالي المستوى ما بين إسرائيل وروسيا في سوريا يبدو أن استتبعه تنسيق سياسي. نعلم جميعا أن روسيا وإسرائيل تريدان الأسد. إسرائيل تريد الأسد الذي يتنازل عن الجولان. صحيح. إسرائيل تريد الأسد الذي يبقي على سوريا ضعيفة ومهلهلة ومجزأة ولا تستطيع أن تقوى لمجابهة إسرائيل يوما ما. روسيا تريد أسدا يرضى بوجود عسكري دائم للروس في سوريا، ومن ثم تلاقت المصالح، وسيكون تسوية الملف السوري بيد الروس، وستكون المبادرات الروسية هي المرجعية مستقبلا. هذا ما رشحت عنه تطورات الأيام القليلة المنقضية. ويبدو أن السيد ديمستورا ليس لديه مانع في أن يدور في هذا الفلك. صحيح. حينما انتقد انسحاب المعارضة السورية التي تحفظت على تجاهل الاعتبارات الإنسانية التي نص عليها القرار 2254 والذي اعتبرها ضرورية لبناء الثقة في المفاوضات، الوضع الإنساني المتدهور للغاية، إذا بديمستورا يصف انسحاب المعارضة بأنه استعراض دبلوماسي، وأومأ الرجل بأنه قد يقبل بتوسيع وفد المشاركة من قبل المعارضة، بما في ذلك معارضة الداخل، المرأة، منظمات المجتمع المدني التي أراد بشار الجعفري أن يزج بها لكي تكون بديلا عن المعارضة الحقيقية أو معارضة الخارج. نحن بصدد تحول استراتيجي في إدارة الأزمة السورية من خلال الإدارة الروسية شبه المنفردة لهذه الأزمة. صحيح. يعني سيد متزوفة لو تلاحظ بأنه ما لخصه الدكتور عبد الفتاح هي الحقيقة الآن التي على الأرض. يعني موسكو هي تنزعج جدا من الهيئة العليا للتفاوض. على أساس موسكو تتفق مع إسرائيل على كل هذه النقاط؟ ألا تلاحظ بأن ما تحدث به الدكتور ضيفي من مصر هي النقاط الآن التي تجري رسمها أو كتابتها على طاولة المفاوضات؟ روسيا قدمت كل المساعدات لإجمع الوفود الأربع. يتهمون الآن روسيا على تأليف المجموعة الحميميم. طيب. ولكن أنا أذكر كل السادة المجتمعين أنه لدي حميميم هناك تمثيل من 70 بلدة سورية المتورطة بالحرب الأهلية. والمواطنين السوريين يمثلون مجموعة حميميم. هذا هم الناس اللي يعيشوا في سوريا تحت ضربات من جهتين، من جهة وجهة ثانية، ولذلك تمثيلهم هم يعبرون الرأي الناس من الميدان، من حقل القتال. المدنيين لهم حق للصوت في جنيف. يعني الآن سيد متزوف، هل تعلم بأنه في سوريا آلاف المدن والقرى؟ رحت لي على هذول تبعين حميمين اللي هم 70 مدينة. طبعا هاي 70 مدينة يعني تحفظ كبير، هم ربما لا يستطيعون الحديث إلا عن أنفسهم، هذا إذا وافق نظام الأسد على أنهم يتحدثوا بهذا الحديث. أي معارضة حميمين؟ رندا قسيس معارضة أصبحت سيد متزوف؟ قدري جميل معارضة؟ هناك المنظمات المعتدلة المسلحة التي وافقت مع اتفاقية الهدنة، مع الاتفاق وقف الإطلاق النار، غير الجبهة النصرة، داعش، أحرار الشام، وجيش الإسلامي. اليوم جون كيري يعترف أن في شمال الحلب هناك جبهة النصرة، أن هناك كل الخارطة السياسية مختلطة. والآن أمريكان أقدموا اقتراحات الجديدة للروس حتى يميزوا بين القوة المعتدلة والقوة المتطرفة. أي قوة المتطرفة الذي يطلق النار ويحمل إهمالا كاملا اتفاقية الهدنة ليعمعناها. طيب ماشي سيد متزوف، سؤال أخير فقط، سؤال أخير سيد متزوف، هل تعتبرون الذين يأتون ليقاتلوا مع بشار الأسد سواء من العراق أو من إيران أو حزب الله اللبناني متطرف؟ نحن نعتبر أن عندما ينتهي الحرب وعندما يتفق سياسيا. أنا سألتك سؤال واضح سيد متزور، حزب الله بتعتبره متطرف في سؤال سوريا؟ سؤال. ولا من إيران ولا من لبنان ولا من روسيا ولا من أمريكا ولا من أوروبا. لذلك هذا ليست قضية الروسيا. اليوم بتشوفوا
أن قباني بس جيش الإسلام وأحرار الشام قضية روسيا مع المنظمات الكردية. طيب ماشي. من في ماشي. قباني من يؤيد الأكراد؟ طيب. طيب. سيد الولايات المتحدة صح. الأمريكية طيب. 60 خبير العسكري أمريكي موجود في قباني، هذا هو جواب على سؤال ماشي. من هو يؤيد تقسيم من لا؟ نعم أنا ما سألتش عن التقسيم على كل. شكرا لك سيد متزوف الكاتب المحلل السياسي ضيفي من موسكو. شكرا لكم. شكرا لك دكتور بشير عبد الفتاح الكاتب الباحث في الأهرام ضيفي من القاهرة. شكرا لك دكتور نصر الحريري عضو الائتلاف الوطني ضيفي من اسطنبول. أذهب إلى فاصل أيها الأفاضل.